أهلا بكم في الليلة، معكم أنا نبيل دخيل، ونناقش فيها فشل المجلس الأعلى للدولة في عقد جلسته اليوم الاثنين، وهو ما أعلنت كتلة الوفاق الوطني حسب بيان أصدرت أنه يأتي نتيجة لجهودها للمرة الخامسة على التوالي في مقاطعة جلسات المجلس، ما يجعل من انعقاد الجلسة غير ممكن لعدم توفر النصاب. كما نناقش مسار المجلس الأعلى للدولة ولجنة حواره في القاهرة، فإلى أين تمضي اللجنة وما هي النتيجة المرتقبة من حوارات القاهرة، خصوصا مع تصريحات تتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق نهائي في القاهرة. نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة، وقبل ذلك نترككم مع ساعة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها مع رافع البكوش. إليك رافع. بعد تعذر عقد جلسة رسمية، أعضاء من الأعلى للدولة يعلنون استمرار مقاطعة الجلسات ودعم ما أسموه التوافق الوطني. تزامناً مع الذكرى الثانية لطرد ميليشيات حفتر من ترهونة، زيت تشيع شابين من ضحايا المقابر الجماعية. ووسط تلويح بالتصعيد، منتسبو نقابة الكهرباء ينفذون وقفات احتجاجية بعدة مدن للمطالبة بزيادة المرتبات. وتشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميلة مروى العلز. نعم رافع، وتتابعون في نقطة نقاش الليلة. مع حلول موسم الحصاد واتجاه المزارعين لحصد ما زرعوه طيلة عام، حيث ينتظرون حصاداً وفيراً من الحبوب بمجهودات فردية، وفي ظل ذلك هناك مناطق تعاني من شح المياه يعاني فيها المزارعون من انخفاض مستويات المياه الجوفية، حيث توقفت الزراعة في مساحات واسعة. نتساءل اليوم عن دور الجهات المسؤولة في دعم المزارعين، وكيف تستفيد الدولة من منتجاتهم، وما الحل لانخفاض مستويات المياه الجوفية الصالحة للزراعة. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. عم رافع، سنتعرف على عناوينها مع زميلين حمزة قديش وبدر عمار، إليكما. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، بعد توقفه لشهرين، بلومبيرغ تؤكد استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، منتخبنا الوطني ينهي الشوط الأول متعادلا مع غينيا الإستوائية دون أهداف في العاصمة مالابو. كانت هذه إذن أبرز ملفات الإخبارية لهذه الليلة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة تشاورية بعد أن كانت رسمية اليوم الاثنين لبحث القرار رقم 6 لعام 2020 الذي يمكن الأعضاء من انتخاب رئاسة المجلس دون حضور جلسة التصويت. وفي بيان لهم أكد أعضاء مقاطعون لجلسات المجلس استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين رئيسه بإعادة النظر في إدارته. هذه ليست المرة الأولى، وسبقها عديد المرات التي يفشل فيها المجلس الأعلى للدولة في عقد جلسة رسمية تعبر عن موقفه دون لبس بسبب عدم توفر النصاب المطلوب لذلك. والسبب يعود إلى إصرار أعضاء على مقاطعة الجلسات بعد توقيعهم على إقرار التعديل الدستوري 12 وتزكية فتح بشاغة لرئاسة الحكومة دون عقد جلسة رسمية. ورغم أن جلسة الاثنين لم تطرح الملفات الجدلية داخل المجلس، إلا أنها تحولت إلى جلسة تشاورية وبحثت وفق نص الدعوة التي تحصلت عليها الأحرار طلبا قدمه أعضاء لإلغاء قرار يسمح بانتخاب رئاسة المجلس دون حضور جلسة التصويت. وفي خطوة تصعيدية، أكد الأعضاء المقاطعون في بيان أطلقوا عليه تجمع التوافق الوطني دون أن يشيروا إلى أسمائهم، أكدوا استمرارهم في مقاطعة جلسات الأعلى للدولة داعين رئيسه خالد المشري للنظر في إدارته بعيدا عن الحسابات الضيقة والاستغلال ودعم لجنة المسار الدستوري للتوافق مع لجنة البرلمان والتأكيد على التعديل 12 واختيار حكومة بشاغة على حد تعبيرهم. لكن المشري جدد في لقاء تلفزيوني قبل أيام اعتراض الأعلى للدولة على هذه المطالب، مبررا موقفه بالقول إنهم يعترضون على آلية تكليف فتح بشاغة، في إشارة لعدم عقد الجلسة للتصويت، وكذلك على عدم التوافق على القاعدة الدستورية قبل تغيير الحكومة التي وصف تشكيلتها بغير المتوازنة
ومكان عملها بغير الآمن لسيطرة حفتر عليها مع المرتزقة. هذا وقال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري إن الخروج من الانسداد السياسي الحالي يكون من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة. هذا وأضاف المشري خلال بحثه العلاقات الثنائية في لقائه مع السفير التركي كينان يلمز بمقر المجلس في طرابلس الأحد إن الانتخابات على أسس صحيحة ستجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية. بين غموض وجمود تستعد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لإطلاق جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبية في 11 من هذا الشهر بالقاهرة بهدف إعادة قطار الانتخابات إلى سكته في أقرب وقت ممكن. عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة الحوار عبد القادر حويلي أكد لليبيا الأحرار بأن هناك حالة تقارب بين لجنتي مجلسي الدولة والنواب، مضيفا بأن الاتصالات والمشاورات بين عدد من أعضاء المنطقتين الغربية والشرقية مستمرة لتذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق حول النقاط المختلف عليها في الجلسات السابقة. الأطراف السياسية الأخرى تستمر في التمسك بمواقفها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية أكد على أن الخيار الوحيد الذي تملكه حكومته هو خيار الانتخابات، مضيفا بأن حكومته تعمل بالفعل على إجراء ما وصفه الدبيبة بالاستحقاق الوطني. الطرف الآخر والمتمثل في رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وصف عملية إجراء الانتخابات البرلمانية فقط بالكارثية، كما جدد مطالبته بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، فيما يرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأنه لا خيار لحل الانسداد السياسي الحالي سوى الانتخابات التي ستجدد الشرعية وتنهي الأجسام القائمة. إذن يتفق الجميع على تجنب الصدام المسلح وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، غير أن الخلاف يستمر حول شكل الأساس القانوني والدستوري لهذه الانتخابات، الأمر الذي يعمق الأزمة ويزيد من ضبابية المشهد. وبالعودة للحديث عن جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة المقاطع سعد بن شرادة. أهلا بك سيد بن شرادة. بداية، لماذا تصرون على مقاطعة جلسات المجلس الأعلى للدولة بدل حضور هذه الجلسات وإبداء الرأي من خلالها؟ أولا تحياتي لك ولضيوف الكرام ومشاهدينك الأعزاء. طبعا حقيقة الهدف من المقاطعة لأن غير من يحكي أن الآن في تقريركم الكل يريد انتخابات، الحكومة الوحدة الوطنية الانتخابات، السفيرة الفرنسية الانتخابات، ستيفاني الانتخابات، ولكن لا أحد يقول كيف التطبيق. فنحن المقاطعين عملنا التطبيق على الأرض، عملنا اتفاق ليبي ومطبق على الأرض وأخرجت منا تعديل دستوري واضح محدد بزمن وأخرجت منه حكومة تبسط سيطرتها على الأطراف الليبي، حكومة توافقية ما بين الأطراف الليبية. نحن عملنا حسي الواقع وليس كلام انتخاب انتخاب انتخاب. فجي مثلا الحكومة الوحدة الوطنية كيف تقول احنا نمشي بانتخاب وهي ممكن سيطرتها داخل الطرابلس فقط يعني؟ نعم. كيف تنظم انتخابات في الجنوب والشرق وغرب الزاوية؟ كيف تنظم انتخاباتها في الجبل؟ فنحن كان هذا سبب مقاطعتنا، لان نرى ان نحن الان لا نتكلم ان نقول انتخابات ويتهمنا الليبيين ان نحن نقول الانتخابات ما يتطبقنش باش نحن نمدد في مزادتنا. نحن عملنا عمل حقيقي على الأرض وليس كلام. عملنا درنا اجتماعات، 7 اجتماعات خارج الطريق ما بين مجلس الدولة والنواب، وكانت هذه الاجتماعات وداخل التراب الليبي. نعم. طيب، دعوتم المشري لإعادة النظر يعني في إدارته، وأيضا دعم لجنة المسار الدستوري للتوافق على لجنة البرلمان، وأيضا التأكيد على التعديل 12 واختيار حكومة باشاغا. هنا ماذا كان رد المجلس على هذا البيان، وهل تواصلتم بشكل مباشر مع المشري بالخصوص؟
تواصلنا عدة مرات مع المجلس مع بعض الأعضاء، ولكن للأسف يعني كان التعنت واضح من رئاسة المجلس ومن بعض الأعضاء أنهم هم ذهبوا إلى قاعدة سوريا يعني ورفضوا الاتفاق الليبي، وذهبوا إلى مبادرة استفالية في عربكة المشهد، وهذا اعتدنا عليه أن المجتمع الدولي دائما يضرب المشهد، وآخرها هو اتفاق الليبي وعربكة الاستفالية في مبادرة قاعدة سوريا، ونعلم جيدا، ولكن نحن غير راضين هذا الكلام، ورغم أن شكر التجنة من طرف الحاضرين حوالي 52 عاده من مجلس الدوله الدائم يجلسوا ولم يتحصلوا على نصاب لجديد 6 جلسات، ولكن عندما شكلت اللجنه نحن دعمنا هذه اللجنه، رغم ان نعلم جيدا ان هناك خلاف، يعني حتى كما ذكر انت كما ذكرنا ان قال هناك تفاهم، هو بالتاكيد الدستور 168 والمواد الذي يتفق عليها ممكن توصل إلى 196، ولكن في 3 مواد هذا خلاف، وهذه 3 مواد هي أول انتخاب العصر، معايير الجنسية، فهذين حتى لجعنا إلى القاعدة السورية حيكون فيها خلاف. نعم. فنحن لماذا اتجهنا إلى الدستور؟ لأن نبو الشعب يقول كلمة الدستور، لأن نفتح الدستور وحتى المواد الخلافية، ونعلم أن المواد الخلافية هذين حيصير ما يصيرش عليه انتفاض في لجان، هذين حيحسمهن الشعب، هو مصدر السلطات. نعم. إن إحنا في الاتفاق بتصير 12 إن قلنا أي تعديل في الدستور وحتى لو في 5 ولا 6 نتركوه للشعب يقول فيها كلمته. طيب بالحديث عن البيان، الاتفاق الذي تحدثتم عليه، هنالك من يرى بأنه ليس على أرضية صلبة، وبالتالي هنالك من عارض هذا الاتفاق، وهنا نتحدث عن بعض النواب، عن المشايخ والأعيان وعن غيرهم، وأيضا عن بعض القادة في عملية بركان الغضب. هل تواصلتم مع هذه الأطراف؟ ربما تحدثتم إليهم في هذا الأمر؟ لا، الحقيقة نحن تحدثنا، وحتى من بعد كان الاتفاق في ذلك الوقت اجتمعنا حتى مع مجموعة قادة كتائب وشرحنا لهم صار التعديل السوري. طبعا نحن قلنا لهم مثل فرق طريقة راهو للعلم أن نحن ليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هذه بعد تم منها المسار الدستوري اتجهوا للسلطة التنفيذية، المجلس النواب اللي هو مناط فيها حسب الاتفاق السياسي ومشاركة مجلس الدولة، وصارت فعلية مشاركة مجلس الدولة بالتسكيات، وحدث كما منذ 2015 يطبق الاتفاق السياسي حرفيا ما بين المجلسين. نعم. ولكن للأسف هذا الاتفاق لم يروق للمجتمع الدولي، ولم يروق لأطراف لا تريد بناء الدولة الليبية. طيب البيان سيد سعد، يعني البيان لم يحتوي على أسماء الأعضاء المقاطعين، يعني ولا حتى عدد الموقعين على هذا البيان، هل يمكن ذكر هذه الأسماء لتتضح الصورة أكثر ربما لدى المشاهد؟ هو طبعا المجلس حوالي 135، وقيلة الجلسات السابقة كانوا الحضور ما بين 50 إلى 58، الباقي الذين لم يحضروا هم المقاطعين، يعني تحكي عليه ممكن 70 او 75، هذه الاسماء يعني ما ممكن نسميها طول 75 كلها. نعم. ممكن ناخذ وقت كلها. نعم. طيب وصلت الفكرة، نكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة المقاطع سعد بن شرادة، شكرا جزيلا لك. إذن المواصلة في نفس الموضوع، معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، مرحبا بك سيد حويلي. إذن من جديد يفشل المجلس في عقد جلسة رسمية وتتحول إلى تشاورية بسبب مقاطعة بعض الأعضاء، وقد تدخل معنا قبل هذه المداخلة العضو المقاطع سعد بن شرادة وقال أن العدد يصل إلى 75 عضوا اشتراطهم للالتحاق بالجلسات القادمة، منها تمرير التعديل الدستوري 12 وقبول المجلس بالحكومة المكلفة، فكيف ستتعاملون ربما مع هذه المعطيات؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، الرحب بك ومشاهدك. سيد حويلي، فقط لو سمحت، لو فقط
تؤكد لنا هذا العدد صحيح؟ لأنه قال أن مجموع النواب هو 135 حضر الجلسة بين 50 أو 58 عضو، والمتبقي تقريبا هو هذا العدد. فمن وجهة نظركم هل هو عدد صحيح فعلا؟ العدد غير دقيق وغير صحيح، لو أنهم يملكون 75 عضو لحضروا الجلسة ويستطيعوا أن يغيروا القرار قرار المجلس صالحهم. هم لم يحضروا، هم عدد لا يفوت 30 عضو فقط. يعني هذه للأمانة أن العدد غير دقيق، ولكن الأعضاء الآخرين متغيبين كلهم بظروفه، بعضهم خارج البلاد، بعضهم مريض، بعضهم ظروف يعني بعضهم في المنطقة الشرقية، بعضهم في المنطقة الجنوبية، للأسف ظروف المواصلات. يعني أنا شخصيا عندي 12 عضو لظروف خارج البلاد. يعني العدد غير دقيق، العدد لو أنهم يملكون 75 عضو لحضروا الجلسة ويستطيعوا أن يقرروا ما يشاءوا، لا أحد يمنعهم. يعني هذا الكلام غير دقيق مردود عليهم، ولا وكلامه بيقول أن توافق المجلسين كلام غير دقيق. اللائحة الداخلية المادة 83 تقول اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للدولة للتفاوض مع مجلس النواب تطرح أعمالها لرئاسة المجلس، ورئاسة المجلس تعرضها في جلسة رسمية على المجلس ويتخذ قراره. والقرار ما تم في طبرق لم يكن قرار مجلس، قرار بعض أعضاء مجلس الأعلى للدولة فقط، وليس قرار المجلس الأعلى للدولة. وهذا يعتبر تدليس على المجلس الأعلى للدولة ما قاله ضيفكم الكريم قبل قليل. الحقيقة العدد لا يملكون العدد. نحن اللائحة الداخلية عالجت العملية، عملية مقاطعتهم. نحن اليوم لم يكتمل النصاب، غدا يستطيع بحكم اللائحة الداخلية يستطيع المجلس أن يجتمع ويقرر قراراتي وقراراتي صحيحة، ولا يستطيعون حتى يرفعوا فيها قضايا طعن في القضاء. نحن عندما اجتمعنا وانتخبنا اللجنة التي تشارك في المسار الدستوري في القاهرة بنفس الكيفية، هم لم يحضروا، وكان الجلسة اليوم الأول بدون نصاب، واليوم الذي يليه كان هذه اللائحة الداخلية هكذا. نحن نتعامل بنصوص قانونية صريحة وصريحة ومشروعية، وعالجنا هذا الموقف بحكم التجربة، التي مررنا بها. نعم سيد عبد القادر، فقط هل يعني هذا أن المقاطعة لن تؤثر عن عمل المجلس ولا عن مشاوراته ولا على إمكانية إحرازه لتقدم حتى مثلا أو خاصة في مسار مشاورات القاهرة؟ لن تؤثر، قل قيد أنملة، ستستمر المشاورات في القاهرة، ستستمر أعمال المجلس، سيقوم المجلس غدا بالتصويت، وبعد هناك تصويتين. التصويت الأول هو إقرار ما تم إقراره في اجتماعات الغردقة، اجتماعات القاهرة، والتصويت الثاني التعديل اللائحة الداخلية بإلغاء شرط اللي هو التصويت بالنيابة الذي أقريناه أثناء جائحة كورونا. كانت هناك بعض الأعضاء لا يستطيعون أن يأتوا إلى ليبيا نتيجة الظروف، فقررنا أنهم يستطيعوا أن يوكلوا أشخاص بالهاتف. هذا القرار يرجع إلى ما هو عليه، يجب على الأعضاء في حالة انتخاب الرئاسة أو مكتب الرئاسة أن يحضروا شخصيا الجلسات. نعم. إذن لو نفهم هذا الآن، لن يؤثر أو لن تؤثر المقاطعة على مضيكم في أي قرار مستقبلي وفق اللائحة الداخلية للمجلس؟ نعم، لن يؤثر أي شيء وفق اللائحة الداخلية، لن تتأثر أعمال المجلس نهائيا. نعم، يعني اليوم يمكن القول بأننا من الغد يمكن أن نعقد ربما جلسة حتى نناقش فيها مخرجات مشاورات القاهرة واتخاذ قرارات في هذا الصدد بمن حضر. نعم، نعم، ليس بمن حضر، بالثلث. يعني إذا حضر بنصاب معين وهو 46 عضو، إذا حضر 46 عضو نستطيع أن نعمل جلسة ونقرر بها ما نشاء. نعم. إذن مبدئيا ما الذي قد تسفر عليه جلسة قادمة بصدد مشاورات ونحن ربما على وشك أن نعقد هذه المشاورات التي محدد أن تكون في 11 من الشهر الجاري؟ ماذا تتوقعون أن تكون نتائجها؟ نتائج المشاورات أعتقد أننا سندخل في المواد التي هي عليها خلاف وجدل كبير جدا. ندخل مواد الحكم المحلي، شروط الترشح، الأحكام الانتقالية، كل هذه المواد تحتاج إلى تفاهم واتفاق ونصوص واضحة وصريحة. هذه المواد ربما
بعض المواد لن يكون هناك اتفاق، فنضطر الى ايجاد حلول بديله لهذه لعدم الاتفاق، ربما تحال الى القوانين او ربما تحال الى الشعب الاستفتاء عليها بعض الاشياء، يعني هذه الاشياء يجب ان تحسم في هذه الجلسه. نعم ما تتحدث عنها سيد عبد القادر حويلي، هل هو مخطط له ربما هناك جلسه قريبه قبل المشاورات؟ وماذا ان لم تتم هذه الجلسه، هل يمكن فعلا ان نذهب الى مشاورات اخرى في القاهره دون ان يتم البت فيما اتفق عليه سابقا؟ لا اعتقد، نحن على ما اعتقد ان حتى ملاحظات، نحن عملنا ورشه عمل لاعضاء مجلس الدوله الذين لهم اهتمامات بالمسار الدستوري، ولو لا توجد ملاحظات جوهريه على ما تم في القاهره، ولكن المجلس جلسته غدا والجلسات القادمه اعتقد انها ستؤكد ما تم الاتفاق عليه. نحن يعني بدانا في المشاورات مع المجلس، مع الاعيان، مع الاحزاب، مع الهيئات التاسيسيه، مع بعض الخبراء لوضع يعني اتفاق مبدئي عندما نذهب الى القاهره ونقر ما اتفقنا عليه، ووضعنا الاسقف يعني الخطه لوضع الاسقف، التنازلات يعني كميه التنازلات، مدى التنازلات، هذه الاشياء نحتاجها، وبدانا في هذا الوضع وضع خطه للعمل ان شاء الله في هذا الجانب، واعتقد اننا سنتفق، وما لم نتفق عليه كما قلت لك ربما يذهب الى الشعب للاستفتاء عليه او يحال الى القوانين، لان بعض الاعضاء من مجلس الدولة يرفضون احاله القوانين، ربما نستشير فيها الشعب لاستفتاء عام يعني، وهذا لا يؤثر يعني خلال 45 يوم الى ثلاث اشهر يمكن اجراء هذه العمليه ونحصل على شيء من الشعب في هذه الاشياء، وتكون قاعده دستوريه متينة يستطيع او تستطيع حتى تسترشد بها الهيئه التاسيسيه عندما يتم اقرار وضع المشروع الدستور للاستفتاء، هذه التعديلات التي اجريناها ربما تستانس بها الهيئه التاسيسيه وتطرحها للشعب للاستفتاء. واضح. يعني هذه الاشياء كل الاعمال اعتقد مفيده ولا لا لا تربك نجاحا. وصلت الفكره. شكرا لك عضو المجلس الاعلى للدوله عبد القادر حويلي على هذه المداخله. اقترح عضو مجلس النواب عبد السلام نصية مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي تتضمن أن ترتكز القاعدة الدستورية على عدد من النقاط أهمها مجلس نواب يتولى المهام التشريعية والرقابية، وكذلك منح الثقة للحكومة وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية إلى جانب مجلس شيوخ يتولى انتخاب المجلس الرئاسي ومعالجة مشروع الدستور وتعيين المحافظ ورئيس المحكمة العليا وأعضاء مفوضية الانتخابات. وتتضمن المبادرة أيضا مجلسا رئاسيا من رئيس ونائبين ويتولى مهام قائد أعلى للجيش وتعيين رئيس الحكومة، إضافة إلى حكم محلي واسع، وأن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية لمدة دورة برلمانية واحدة تجرى بعدها الانتخابات على أساس دستور دائم للبلاد. دعت لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دعتها لتقديم تقرير للجنة بشكل عاجل لرفعه لمجلس النواب يتضمن ما قامت به المفوضية من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات. هذا وشددت اللجنة بحسب تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلاحق، شددت على ضرورة مخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة وحتى تاريخه، وعمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب. مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بتقديم أيضا تقرير بشكل عاجل للجنة لرفعه إلى مجلس النواب حول صرف المال العام خلال فترة عمل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وحتى تاريخه. شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية الوصول لانتخابات ترضي أو ترضى بنتائجها الأطراف السياسية كافة بهدف إنهاء المراحل الانتقالية. وبحث المنفي خلال لقائه عضوي المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري ونزار كنعان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد شدد المنفي على ضرورة احترام رغبة قرابة 3 ملايين ناخب من خلال توافق حقيقي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول للانتخابات. أقيمت بمدينة زليتن السبت صلاة الجنازة على جثماني شابين من المدينة كانا مفقودين منذ العام 2020 قبل أن يتم العثور عليهما بالمقابر الجماعية بمدينة ترهونة. هذا وقد شارك في أداء صلاة الجنازة عدد كبير من أبناء بلدية زليتن وعائلات الفقيدين اللذين تم التعرف عليهما بعد إجراء تحاليل الحمض النووي للمفقودين ومطابقته للحمض النووي لأفراد أسرهم. وكان الفقيد الهادي بن صوفيا قد تم اختطافه بالطريق الساحلي بمنطقة الجرابولي خلال سفره إلى مدينة طرابلس. أما الآخر فهو حسين بوربيغا الذي تم اختطافه من منطقة البرية بجنوب زليتن خلال تفقده للمواشي والإبل التي يشرف على رعايتها. بالنسبة لهذين الشابين من عائلة بوربيغا وعائلة بن صوفيا، الشاب الأول من عائلة بوربيغا راعي إبل في منطقة جنوب زليتن، تم اختطافه على الهوية وذهب به إلى السجون ويعلم الله ماذا فعلوا به، ثم وجد جثمانه في مقابر جماعية بترهونة. أما الشاب الثاني فكان اختطف في مدينة الجرابولي وهو من آل بن صوفيا في مدينة الجرابولي على الهوية. وهؤلاء الشاهدين نحسبهم عند الله من الشهداء يا رب العالمين، ويجمعنا الله به العزيز الكريم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. تعرضت عائلة بوكليش في مدينة ترهونة إبان سيطرة ميليشيات الكاني على المدينة لمجزرة وإبادة جماعية راح ضحيتها 21 شخصا من عدة أسر من العائلة، ومنهم كذلك من وجد في المقابر الجماعية ومنهم من لا يزال مفقودا أو لم يتم التعرف عليه ضمن الجثث المنتشلة حتى الآن. المزيد في سياق التقرير التالي. أنا مصعب المبروك صالح أبو كليش من مدينة ترهونة، المدينة التي حصلت فيها أكبر وأبشع جرائم في الجنائية في من 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 إخفاء قصري وتهجير ومقابر جماعية. طبعا من بين أكبر الجرائم التي حصلت في مدينة ترهونة اللي هي جريمة عائلة أبو كليش اللي هي من ضمنها والدي وثلاثة من أخوتي وابن عمي وابن عمتي، ويعني حوالي 21 شخص تم إبادتهم دون أي مبرر. في البداية كانت المشكلة في 2013 في مشكلة عائلة فرج ميلاد اللي هو ابن عمي مع ميليشيا الكاني، وكانت في سبب يعني سبب لا يذكر، كانت في مشكلة في الطريق يعني بين زوج شباب تعاركوا على مطب. فمن البداية هذه كانت الشرارة، فهجر ابن عمي في 2013، وبعدها في كان طبعا السبب ان ابناء عمومتهم وقفوا معاهم بسواء بكلمه او بجميع ما يحتاجه الانسان المهجر يعني. فتم الهجوم عليهم لعائله محمد علي المبروك ابو كليش الملقبين ببسبوسه، قتل في ذلك اليوم يوم 17/4/2017 13 رجل، يعني تم قتل اي رجل في ذلك الوقت في نفس اليوم دون سبب. وكان ممكن هذا السبب اللي هو كان يلاحقون به ان احنا وقفنا ضد الكانيات مع ابناء عمومتي، فهذا السبب اللي كان تم ملاحقتنا من اجله. احنا في يوم كان يوم الاحد 23/12/2019 تم القبض على اخوي اسامه، هذا كان موظف مدني يخدم في بوبة مجي، وبعد ذلك تم استدراج ابوي واخوي عبد الرزاق مشوا بيسالوا عليه في الشرطه العسكريه، تم القبض عليهم. بعدها بنفس اليوم بساعات قليلة تم استدراج قوي مصطفى وحتى تم القبض عليه في نفس اليوم، سجنوا في سجن القضائية لمدة 10 أيام. بعد 10 أيام طلعوهم، ممكن يوم 4/1 يوم الخميس في الليل طلعوهم من السجن القضائية واختفوا ومعاش عليهم أي أخبار. ونطلب من المسؤولين التعاطف معنا صراحة، لأن احنا الآن نعاني الويلات من الفقد، هدم الفقد الأحبة وفقد الأخوة وفقد الأب. أنا الآن يعني بعد فقد الأهلي أصبحت مكبل داخل مدينة ترهونة، يعني تركت دراستي وتركت عملي والآن متفرغ لهذه العائلات، يعني نعول في 6 عائلات
خمس عائلات خمس منازل انعول فينا أنا وأخوي، تركت عملي وتركت دراستي وتركت حياتي بأكملها للوقوف لجانب هذه الأطفال. صراحة الأطفال يتمت دون ذنب دون سبب، ما فيش حد يشبه لهم بعين الاعتبار، ما فيش حد من المسؤولين يوقف مع الأطفال هذه، ما فيش حد يعني حاول أن حتى يساعدهم بالقبض يعني على هذا المجرمين، ولا مساعدتهم سواء معنويا أو حتى إنسانيا يعني يشبهوا لهم بهذا المنظار. إلى خبر آخر، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل لإدخالها للشبكة مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات الفنية بالشركة. أكد خلاله رئيس مجلس الإدارة وئام العبدلي أن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمحال التجارية والمصانع والمساجد سيقلل حاجتها للطاقة، مضيفا أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك. هذا وأعلنت نقابة عمال الكهرباء في عدد من المدن دخولها في إضراب عن العمل حتى تلبية مطالبها التي من أهمها زيادة المرتبات وصرف المستحقات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. زيادة مرتبات العاملين بالشركة العامة للكهرباء أسوة بالقطاعات الأخرى، تفعيل التأمين الصحي، توفير معدات الأمن والسلامة. هذه هي أبرز مطالب ما يسمى بحركة 6 يونيو الذي نسقت له نقابة عمال الكهرباء من خلال وقفة احتجاجية في عدد من المدن الليبية، وذلك بعد عام من انطلاقه وفق قولهم. الحراك الذي طالب الدولة بإعادة النظر في مرتباتهم أسوة بباقي القطاعات أكد على استمرارهم في وقفاتهم الاحتجاجية وتصعيد الموقف، مخلين مسؤوليتهم عن أي تحرك عمالي لانتزاع حقوقهم، ومشددين في الوقت ذاته على تمسكهم بمستحقاتهم المترتبة على الدولة وتوفير وسائل الأمن والسلامة للعاملين في قطاع الكهرباء وفق البيان. قمنا بالحركة بخصوص المزايا اللي نبوها، مرتباتنا، زيادة المرتبات، التأمين الصحي. احنا اليوم جينا طبعا بعد حراك 6/6/2021 توا 6/6/2022 مستمرين فيه الحقيقة، نين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية يلبوا متطلباتنا. تأتي هذه الوقفات في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء وسط إعلان الشركة عن سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 750 مترا من خط أبو جناح فرعية الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي وفق الشركة. من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه رئيس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أكد على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل على إدخالها للشبكة مع التركيز على خطة الشركة لتقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة. وقفات احتجاجية للموظفين بالعامة للكهرباء واجتماعات للمسؤولين في البلاد لمعالجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. هذه المشكلة التي ما تزال مستمرة منذ سنوات برغم صرف المليارات عليها، إلا أنها لم تنتهي، فيما يبقى السؤال عن تأثير هذه الوقفات الاحتجاجية على التيار الكهربائي حال استمرارها وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين، وهل ستزيد من عدد ساعات طرح الأحمال في وقت تعاني فيه البلاد من هذه الأزمة. كما نظم عمال نقابة كهرباء دائرة توزيع اللوحات بمناطق جالو وأوجلا وجخرة والسرير وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية. المحتجون طالبوا كذلك في بيان لهم الاثنين الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة الليبية بزيادة المرتبات بنسبة 200% وتفعيل التأمين الصحي للعاملين وتوفير معدات الأمن والسلامة. زيادة المرتبات بنسبة 200%. ثانيا، التأمين الصحي للعاملين بالشركة العامة للكهرباء. ثالثا، توفير المعدات والأمن والسلامة.
رابعا التأمين الشامل للمستخدمين في حال تعرضهم لأي خطر أثناء تأذيتهم لعملهم. وفي أباري نظم العاملون والموظفون بدائرة التوزيع بفرع الشركة الجنوبي وقفة احتجاجية الاثنين بمحطة كهرباء الفجيج للمطالبة بزيادة مرتباتهم وحقوقهم المستحقة على الشركة. المحتجون طالبوا خلال بيان بضرورة الإسراع في استكمال مشروع الربط ما بين محطة أباري الغازية ومحطة الفجيج من أجل رفع المعاناة عن سكان الجنوب في أسرع وقت ممكن. ونحن العاملون بالشركة العامة للكهرباء نطالب أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية بتنفيذ الحقوق والمطالب المشروعة والذي نادينا بها مرارا وتكرارا، وفي حال عدم الاستجابة أو التجاوب مع هذه الحقوق والمطالب نعلمكم أننا غير مسؤولين عن أي تصعيد عمال انتزاع حقوقهم. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس نقابة عمال الكهرباء مسعود بناجي. أهلا بك سيد مسعود، ما هي أبرز المطالب وهل تواصلتم مع الحكومة والجهات المسؤولة وما مدى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء ليبيا، وعليك السلام، شرف اليوم بدعوتكم هذه للحضور. تواصلنا احنا في 6/6/2021 وكانت المطالب كما سربت كما ذكرت انتم في حلقتكم، وهذه مطالب هي حقوق وليس مطالب، هي حقوق حسب القانون الدولي حسب القانون المحلي حسب القوانين المعمول بها في الشركة العامة للكهرباء لموظفين الشركة العامة للكهرباء. يعني منذ سنوات والموظفين يعانون ويعانون ويعانون، ومطالبنا وحقوقنا هي مشروعة في زيادة المرتبات، في التأمين الصحي، في توفير وسائل الأمن والسلامة، في صرف المستحقات المتأخرة للعاملين. هي كثيرة جدا حقوق الموظفين ومطالبهم، ما يقارب عن حدود 22 مطلب وحق شرعي سواء بالقانون العام الليبي المحلي أو بالقانون الدولي أو القوانين المعمول بها في الشركة. احنا اليوم نطالب من الجهات المختصة في ليبيا التشريعية والتنفيذية بتطبيق القوانين على موظفين الشركة العامة للكهرباء. بالنسبة لزيادة المرتبات، يعني لما يقدمه موظفين الشركة العامة للكهرباء من مجهودات مبذولة بإمكانيات ضعيفة جدا بوسائلهم البسيطة، وعلى ما أعتقد الشعب الليبي كله يشهد بذلك، إن ما فيش يوم توقف أو تعاقص أي موظف في الشركة العامة للكهرباء نخدمه بعيد عن أي أجندة سواء سياسية أو قبلية أو جهوية، ونحن جنود المجهول على الأرض. طيب اليوم بعد كل هذه الوقفات الاحتجاجية في عدة مدن ومناطق، بعد كل هذه الوقفات الآن في عدة مدن ومناطق ليبية، هل تواصلتم بشكل رسمي مع السلطات الليبية والحكومة في هذا الشأن أم لا؟ وما مدى تجاوب الحكومة؟ والله لم نتواصل شخصيا مع أي مسؤول، ولكن تم إحالة مطالبنا بالكامل سواء في 6/6/2021 أو الآن لجميع المسؤولين بالدولة الليبية، وعلى ما أعتقد أن كله تابع في أخبار صفحة النقابة العامة واتبع في أخبار الموظفين، لأن ما ناقش حوش اليوم في ليبيا أو جار ما فيش موظف بيكون فيه موجود. جميع الليبيين عندنا جيراننا وقوتنا وهلنا وناسنا كلها يشتغلوا في الشركة العامة الكهرباء بأبسط الإمكانيات وفي أصعب الظروف الخدمية. ما هي المدة الممنوحة الآخرين؟ ما هي المدة الممنوحة للحكومة للنظر في هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب ما الذي يمكن أن يحدث؟ والله احنا المدة الممنوحة نزلنا جدول تفصيلي كامل موجود على صفحة النقابة العامة، ونحن يدينا ممدودات لأي تفاوض لأي نقاش مع الجهات المسؤولة، مدين يدينا ليهم للتفاوض بالدار، وفي كشف كامل محدد به. احنا ولن نقطع الكهرباء على أي من هنا والناس، لأن احنا اللي ننور حياة الآخرين بأبسط الإمكانيات وما نستطيع، ولكن نتمنى من السلطات التشريعية والتنفيذية تطبيق. احنا يوجد عندنا قرارات سواء من رئيس حكومة الوحدة الوطنية سواء من القوانين المعمول بها، مثلا نعطيك أبسط مثال فيها، في عندنا قرار
رقم 164 بتاريخ 1/7/2021 القاضي بمنع علاوة التمييز للفنيين والمهندسين الميدانيين. نعم. صادر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتو ممكن ليه سنة للآن ما تنفذ، يعني يتم تنفيذه على حسب ما جاء في القرار بدون التلاعب فيه. عندنا التأمين الصحي واجب، هذا ضروري لكل فرد من أفراد الشركة العامة للكهرباء. أيضا عندنا رسالة موجهة من مدير إدارة المتابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 528 بواحد، وإن شاء الله نتمنى من الجهات المسؤولة أن تأخذ بعين الاعتبار بما خرج به جميع موظفين الشركة العامة للكهرباء بجميع أنحاء ليبيا، ونتمنى من الجميع أن يكون صوتنا وصل لكامل المسؤولين في ليبيا. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس نقابة عمال الكهرباء مسعود بن ناجي، شكرا جزيلا لك. أما الآن فإلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل حمزة قديش، إليك حمزة. شكرا لكما. أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى استئناف العمل في الحقل النفطي الأكبر بالبلاد وهو حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد توقف دام لشهرين بسبب محتجين طلبوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في إبريل الماضي بالاستقالة. بلومبيرغ وفي بيان لها قالت أنه باستئناف العمل بالحقل سيسهم بشكل كبير في ارتفاع القدرة الانتاجية للخام بالبلاد التي يبلغ متوسط صادراتها من النفط حاليا 719 ألف برميل يوميا بحسب بيانات شهر مايو الماضي، حيث شهد القطاع النفطي تراجعا في معدلات الانتاج التي كانت تبلغ أواخر العام الماضي 1,200,000 برميل يوميا قبل توقف إنتاج النفط بسبب الإغلاقات التي طالت غالبية الحقول والمنشآت النفطية بالبلاد. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله مع رئيس لجنة الملاك بشركة سوناتراك الجزائرية للنفط خليفة عمرو مواصلة برنامج إعادة حقل الغاني ووضع الآبار المقفلة بحقل الأمال على خط الإنتاج. كما تم في الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس استعراض النشاط العام للشركة والأنشطة المشتركة وسير عمليات شركة سوناتراك وما تم إنجازه. من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للخدمات النفطية خلال الاجتماع تحقيق الشركة إنجازا كبيرا بصيانة البنية التحتية لحقل الغاني الذي لا يزال يحافظ على معدل إنتاجه في حدود 4,000 برميل يوميا، واصفا الوضع العام لحقول الأمال وتبستي والناغا والغاني بالممتاز. قامت فرق الصيانة التابعة لشركة راس لانوف للنفط والغاز بالبدء فعليا الأحد في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لوحدات المرافق وتزويد المجمع الصناعي استعدادا لتشغيل مصنع الإيثيلين. هذا وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إيقاف وحدات المرافق التابعة للمصنع لغرض القيام ببعض أعمال الصيانة التي تتطلب التوقف الكامل لمنظومة عمل المجمع الصناعي، حيث من المحتمل إنهاء هذه الأعمال غدا الثلاثاء بحسب بيان الشركة. أصدرت النقابة العامة لمصلحة الجمارك بيانا موجها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مطالبة إياه من خلاله بزيادة مرتبات العاملين وتنفيذ صرف مستحقات بعضهم المتأخرة. وطالب بيان النقابة بالإسراع في تسمية مدير عام المصلحة وتوفير الدعم الكامل للأعضاء وصيانة المباني المتهالكة. وحمل بيان المصلحة رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج تترتب على عدم التعاطي مع مطالبها بوفق نص البيان. طالب موظفو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الخمس الجهات المسؤولة بزيادة مرتباتهم إسوة بالقطاعات الأخرى. كما طالب الموظفون في بيان لهم بإرجاع علاوة السكن وتفعيل التأمين الصحي نظرا لما يتعرض له العاملون بالشركة من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة نتيجة التعامل مع الصرف الصحي وفق قولهم، مؤكدين أنهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيضطرون للدخول في اعتصام عام. مساواتنا بالقطاعات الأخرى وذلك بزيادة مرتباتنا. ثانيا، إرجاع علاوة السكن ضمن المرتب. ثالثا، تفعيل التأمين الصحي بالطريقة الشرعية، وذلك لأن الموظف يتعرض يوميا للأمراض والأوبئة نتيجة التعامل مع الصرف الصحي والمياه في ظروف قاسية. رابعا،
إلغاء استقطاع ضريبة الدخل من المرتب. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين مروة ورفع. شكرا لك حمزة. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن ملف العلاج في الخارج يعاني مشاكل عمرها سنوات ويحتاج تكاثف الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه. واتفق الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة وديوان المحاسبة لتنظيم هذا الملف. من جانبه أكد الشنطي على ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة وضرورة إحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة. مباشرة مشاهدينا إلى جولة لأهم الأخبار الرياضية. نعم، رافع مع الزميل بدر عمار، تفضل. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما زال منتخبنا الوطني لكرة القدم فاقدا لنتيجة المباراة أمام غينيا الإستوائية بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار. الهدفان سجل في الشوط الثاني من المباراة، الأول كان عن طريق اللاعب محمد التهامي بطريقة عكسية والثاني عن طريق اللاعب خوسي أوني من علامة الجزاء. إذن قرابة 85 دقيقة من زمن المباراة والنتيجة لا تزال فوز منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل في ملعب مالابو الجديد في العاصمة الغينية الاستوائية. في خبر آخر، تقام يوم الأربعاء القادم 6 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مرحلة سباعية الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم القادم. منافسات الجولة تشهد مباريات هامة في المجموعتين، حيث يستضيف ملعب جميلي قالانوار مع البارانس ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها الصقور يواجه بنغازي الجديدة في ملعب صبراتة، وفي اللقاء الثالث يلاقي شرر فريق وفاق جابيا بملعب الزاوية، وفي المجموعة الثانية تقام مباراة القمة بين فريقي رفيق المتصدر مع أساريا صاحب المركز الثاني بملعب شيخ الشهداء، فيما يستضيف ملعب القبة مباراة وصيف المجموعة أبي الأشهر مع الظهرة. وفي ختام منافسات الجولة الخامسة يواجه الهلال سبها فريق البشائر بملعب شحات. نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على فريق الأولمبي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة سداسية التتويج في الدوري الممتاز لفئة الأواسط. مباراة الاتحاد والأولمبي جرت بملعب مصراتة، ونجح خلالها فريق الاتحاد في مواصلة التنافس على صدارة فرق التتويج مع فريق الاتحاد المصراتي الذي فاز هو الآخر على فريق الأخضر بملعب سرت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأجر الحسم إلى الجولة الأخيرة من المنافسات عندما يلتقي الاتحاد مع الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي مع فريق الهلال. فريق الاتحاد ديما في التتويج، ديما يقارع في البطولات، وإن شاء الله بإذن الله تكون البطولة إن شاء الله في باب غشير. الله غالب اليوم ما حلفناش الحظ، كنا نسجلوا أكثر من 4 أهداف، لكن زي ما قلت أنت يعني ضغط علينا إحنا أن إحنا ضروري نجيبوا أكثر من هدف. فريق الاتحاد المصراتي يلعب غادي كانت تقريبا تفوق بثلاثة، والحمد لله إن شاء الله بإذن الله المباراة الجاية نكون نعوض أكثر من هيك إن شاء الله، أكثر تركيز بإذن الله. والله الحق كانت مباراة صعبة، كنا ما زال طامحين في أهداف أكثر، لكن الله غالب قدر الله ما شاء فعل، وبإذن الله نعوضهم في المباراة الجاية إن شاء الله. أقام نادي التحدي طمينة في مدينة مصراتة تأبينية للراحل الطيب ميمة، الشخصية الرياضية التي ودعت الدنيا الأيام الماضية إثر حادث سير في مدينة سرت.
الرحلة طيبة مما كان أحد رجالات الرياضة في مدينة مصراتة وتقلد العديد من المناصب في المجال الرياضي وكذلك السياسي خلال مسيرته الحافلة بالسيرة الطيبة. التأمين حضره جمع من أهل الرياضة في مصراتة ومن الذين رافقوا الفقيد خلال حياته الرياضية. فاجعة كانت كبيرة بفقدان هذا الرجل، ونظم نادي التحدي أموره بشكل سريع ونسق وقدم الدعوة لكل أهل الوسط الرياضي وخارج الوسط الرياضي لإقامة هذا الحفل التأميني، والحمد لله يعني كان هناك قبول واهتمام وتفاعل كبير، لأن المرحوم يتمتع بسمعة طيبة وله علاقات كبيرة، وبالتالي يعني أقل ما يقدم له أنه حفل تأمين للتذكير بهذا الرجل وخصاله وعمله. وصلنا إلى ختام الرياضة مشاهدينا الكرام، وقبل ذلك التذكير بنتيجة مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب غينيا الاستوائية الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع، والنتيجة لا تزال تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل. خوسيه أنيبو من علامة الجزاء ومحمد التهامي بطريقة عكسية في ملعب ملابو الجديد ضمن مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية مؤهلة إلى كأس أفريقيا 2023 بالكوتيفوار. مروة ورفع وبقية الأخبار. شكرا لك. شكرا لك على هذا التحديث أيضا. أتمنى التوفيق للمنتخب. شكرا. شكرا. مع بداية شهر يونيو من كل عام ينطلق بمدينة بني وليد موسم حصاد المحاصيل الزراعية، وذلك بعد نضج سنابل الشعير بشكل كامل رافع. هذا وقد تميز موسم الحصاد لهذا العام مروة بأجواء تراثية وعادات وتقاليد جعلته مختلفا عن غيره من المواسم. نتابع. طبعا اليوم عندنا الحصيدة وحصيدة الزرع والقصيبة، وطبعا الحصيدة تجي هذه في شهر بداية ديما من شهر 5 لعند شهر 6 الحصيدة الكويسة والحصيدة الممتازة، وطبعا الحصيدة قبلها بتجي في شهر 11 اللي هو المفصل، شهر 11 موسم الحرث، فهمتوا؟ من 1/11 ل 15/11 ل بداية 12 بيجي برنامج الحرث، والناس كانت طبعا تحرث في قديم في سابق الوقت كانت الناس تحرث بالمحارات العادي المحارات الاول، لكن تو الدنيا تطورت والحكايه تطورت وقعدوا يحرثوا تو في الطرطوري وفي يحرثوا بالمحارات الالي تو جديد هذاي، والبرنامج حتى تو وقبل كان الحرث كان بسيط وكانت الناس تتعب في الحرث واجد وقت تجي المطر، لكن تو الحمد لله توفرت الحكايه ومشت الامور، وبرنامج الحصاد حتى هي تو زمان كانت الناس تحصد باليدين ويديروا في النادر ويحصدوا ويقعدوا يطلعوا من مكان الحرث اللي حارتين فيه الناس من الوادي هذاي ويديروا في النادر، النادر طبعا يديروا فيه ديما يطلعوا فيه على الوادي خوفا من يجي مطر، خوفا من يجي سيل وخوف من الامطار، وقعد لكن تو البرنامج السهل اللي قعدنا في الماكينه هذه اللي تحصد طول اللي هي التريبيا تو بمعرفنا تو التريبيا، وهذه التريبيا سهلت على الناس واجد، وما بعد الحصيده اللي هو الدراس كان هو الناس حصدت بيدها وين يديروا في نادر ويدرسوا في النادر هذا الدراس نقولوا اللي احنا عندنا. وبالنسبه للحصيده الماكينه تو اختلفت كيف ما قلت لك بكري اللي هو البرنامج الماكينه اللي هي التريبيا، وبعدين الناس وين وقت تحصد ويتم الحصاده وين يخزنوا في شعيرهم، والناس كانت بسيطه وكانت عايشه من الامور هي حصيده هذه اللي عنده سعي يجيب لها في السعي متاعها، واللي عنده بل واللي عنده يعني الاغنام والبرنامج هذا يقعد يستفيد منها القش هذا والبرنامج هذا، وان شاء الله عام داير ايوه ان شاء الله صعبه بجاه النبي. يعاني المزارعون في مناطق وادي الاجال من انخفاض مستويات المياه الجوفيه الصالحه للزراعه، اذ باتت مساحات واسعه من المزارع اراضي جرداء وتوقفت الزراعه والفلاحه فيها. المزيد في سياق هذا التقرير. طبعا هي اسباب خاصه بالنسبه للجانب قطاع الزراعه اسباب متعدده وواسعه لا يقدر لا يحصرها لقاء ولا حلقات. لا نقدر نقول لك انا اعطيك بالمختصر المفيد اللي بالنسبه للسبب اقدر طبعا نعاني رقم واحد من غلاء الاسعار اللي في جميع انواعها سواء من مواد الانتاج الحفر غلاء اسعار الوقود نقص الوقود تكاليف الانتاج غير توفرها وغلاء هذه كلها مرتبطه ايوه
سرقة معدات الكهرباء، شركة كهرباء المعدات، كل المزارع بعيدة عن السكن كلها تم سرقة أسلاك النحاس، وما في مزارع لا مجرى لا كهرباء. هذه طبعا مشاكل متعددة، من بينها تكاليف الإنتاج إلى سرقة أسلاك الكهرباء، إلى بعد الأسواق، إلى عدم وجود الدعم من الدولة للقطاع الزراعي، لا قروض ولا تعاونيات شغالة ولا أسمدة ولا كل جانب. الدولة تخلت عن المزارع الحقيقة. احنا طبعا قلنا ربنا جهات التعامل حتى مع المنكر المستطاع التعامل معه، يعني صح مساكن متعدده واسعه، لكن نحصر بسيط نقدر نتعامل مع، خاصه المزارع الخاصه ولاد اكتفاء الذاتي، يعني تسهيله، اعطاء قروض زراعيه، تفريغ التعاونيات الزراعيات، اعطاء الاسمده باسعار مدعومه. هي هذه الاسعار تقدر تلعب المزارع يرجع لمزرعته. الحفر ولا كل الحفر هو زي انت المضخات، دعم المضخات، الاسمده، المبيدات عن طريق التعاونيه الزراعيات والقوه والمصارف الزراعيه نقدر ممكن منها. اذا ينضم الينا عبر الهاتف من طرابلس مدير اداره الانتاج الزراعه فيصل عباس. اهلا بك سيد عباس. اذا نحن الان في يونيو وقد حان موسم حصاد المحاصيل الزراعيه، هناك بعض ربما المساعده التي يحتاجها المزارعون، ف أي دعم تقدمونه لهم وما هو دوركم في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تصحيح، مدير إدارة الإنتاج الحيواني. نعم. بالنسبة للإجابة على السؤال، طبعا نوع الدعم السنة هذه أو من 2018 يعني الوزارة الزراعة لم تستلم ميزانيات بأرقام يعني ممكن نساعد المربين. في العام 2014-2015 كان في دعم، ودعمنا المربين بالأعلاف مدعومة عن طريق شركة مطاع الأعلاف والتسديد من وزارة الزراعة. طبعا في السنة هذه وعد السيد رئيس الوزراء بدعم المربين، وشكلت لجان ودرنا عملية حصر وقسم من قبل المواطنين في المناطق لحصر الحيوانات، وشكلت لجان، لكن حاليا للوقت الحالي ليس لدينا معلومة هل سيتم التوريد الاعلاف لتوزيع على المربين ام لا. طبعا معروف ان ليبيا خلال 3 سنوات الاخيره مرحله جفاف، وعانى المربون صراحه من الجفاف، والحيوانات صار بها نفوق اعداد كبيره، والولادات كان فيها صعوبه. نعم سيد عباس، هذا المحصول نعم. سيد عباس، ربما كيف ستستفيد منه الدولة، وهل يمكن أن يحقق اكتفاءها الذاتي، منها ستستحق إلى الاستيراد لتعويض نقص ما ربما؟ طبعا هو تخصص يعني إنتاج حيواني، لكن نقدر نجاوب على جزئية منها بحكم أن الإنتاج المحلي لا يغطي وما يلبي احتياجات المربين، وكان دائما في يتم عملية الاستيراد لتعويض أو نقول استيراد تكميلي لتوفير احتياجات المربين. لكن صراحة الدولة جزء منها غايب، كلفت شركة مطاحن والعلاف بتوريد الأعلاف، لكن واضح اعتقد لم يتم تسهيل المبالغ اللازمه لذلك. نعم، شكرا لك مدير اداره الانتاج الحيواني فيصل عباس على هذه المداخله. اذا بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا الى نهايه هذه النشره. نعم، رافع الان مساحه زميل نبيل، نترككم مع اهم ملفات الليله، دمتم في امان الله. الى اللقاء. يستمر الانقسام السياسي في التجلي في المشهد السياسي الليبي. آخره فشل المجلس الأعلى للدولة في عقد جلسته اليوم بسبب عدم وجود النصاب القانوني لعقد الجلسة. في بيان لأعضاء من المجلس سموا أنفسهم بالأعضاء الداعمين للتوافق الوطني، أكدوا فيه أن عدم نجاح المجلس في عقد جلسته اليوم يأتي نتيجة لمساعي الأعضاء الداعمين للتوافق واستمرارهم في ذلك للجلسة الخامسة على التوالي. فهل بات المجلس الأعلى للدولة في وضع تعصف به الانقسامات التي قد تؤثر على أداء المجلس لأعماله ووظيفته؟